السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة، وكنتمنى من الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله كما كتشوفوا معايا غادي نتقاسم معكم هذه البسبوسة. هذه معتمدة عندي، كتجي خفيفة وهشيشة، كتذوب في الفم بالحامض من آلد وأروع ما يكون. إن شاء الله تجربوها بالصحة والراحة وتعتمدوا الوصفة. إذا عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا ما تنسوش أنكم تبارطاجيو مع الأهل والأحباب باش تعم فائدة. ما تنسونيش من واحد لايك للتشجيع، جزاكم الله خيرا. وما نطولش عليكم، غادي نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها نبداو بها هي هاد السيرو هذا، باش غادي نسقيو هاد البسبوسه. كنحتاج طريفات ديال الحامض. عندي هنايا كاس لاروب ديال السكر سنيدة العبر بالكاس ديال العنبه. غادي نحتاج كاس ديال الماء وربع كاس، هنا ضفت ربع كاس ديال الماء. صافي غادي نحرك بهذا الشكل هذا. المهم حركو بالطراب اليدوي. غادي ندير الطنجرة على النار اللي كتكون متوسطة. صافي حتى كيدوب ليا داك السكر كطلع الغلية. صافي كنحسب 5 دقائق وكنحيد هاد الطنجرة هادي وكنخليه على جنب حتى كياخد ليا درجة حرارة المطبخ عاد باش غادي نديرو في التلاجة يبرد. وبالنسبة للمقادير ديال البسبوسة، كنحتاجو في هاد البول هذا عندي رشة ديال الملحة. غادي نحتاج جوج ديال البيضات. انا هاد البيض هذا راه عندي كبير، كل بيضه. المهم مؤخرا اكثريه الوصفات اللي شاركت معكم اغلبيه هاد البيض جد بلاطو كله فيه جوج، كله كبير بزاف. هاد البيض كل بيضه فيها جوج ديال المحوحه. المهم ديروا جوج ديال البيضات يكون الحجم ديالهم عادي. وبالنسبه هنا السكر ضفت 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده. غادي نضيف واحد الساشي من سكر الفاني، وغادي نضيف قشور ديال ديك الحامضة اللي درت منها قطعت منها شرائح درتهم باش نوجدو السيرو. والنص الاخر خليته غادي نحتاجوه البسبوسة. والقشرة درناها هنا باش غادي نسمو هاد البسبوسة. هادي الصراحة كتجي غزالة بنينة بزاف، كتجي مول عيشة. كنطرب مزيان البيض مع السكر مع المكونات. وهنا درت نص كاس ديال الزيت النباتيه كنحرك حتى كينسجم ليا الزيت مع الخليط ما كيبقاش معزول في الجناب. هنا غنضيف واحد الياغورت او دانون بالنكهه ديال الفاني. اذا كان ديال الحامض من الاحسن، انا ما لقيتش ودرت غير ديال الفاني. صافي كنطرب المكونات. غادي نحتاج 4 كاس ديال الماء، 4 كاس ديال الماء ديال العنبه. وغادي نضيف ليه عصير نص حامضه. المهم انا هاد البسبوسه هادي راه خدمتها بحامضه، القشره ديال الحامض درتها في البسبوسه، والنص الاول قطعته شرائح درت به السيرو، والنص الثاني ديال الحامضه راني عصرته ضفته في داك 4 كاس ديال الماء. صافي وكنخلط. المهم الحامضه كيكون الحجم ديالها متوسط. صافي دابا غادي نبدا نزيد في السميده. كما شفتوا الكيسان ما يكونوش بومبي، ما يكونوا ناقصين واحد شويه، ما يكونوش عامرين. السميده تكون نوعيه جيده ضروري ما كنغربلوها. كنضيف الكاس الاول. المهم هذا الخليط هذا راه كنحتاجو فيه جوج ديال الكيسان، ما يكونوش عامرين، يكونوا ناقصين تقريبا واحد سنتيم. كل كاس كيكون ناقص واحد سنتيم. وغادي نضيف جوج ديال الخميرات من فئة 8 غرام، بالمجموع 16 غرام ديال الخميرة ديال الحلوى. صافي كنخلط الخليط. خاصو يكون خفيف شوية، يكون خفيف ماشي غير خفيف شي شوية.
باش هاد البسبوسة هي تجي خفيفة ما تجيناش مدقصة. كنطربو مزيان حتى ما كيبقاوش عندنا تكات ولا ستي سميده. صافي عندي هنايا المول اللي القطر ديالو 27 سنتيم، دهنتو بالزبده ورشيتو بالسميده. بالنسبه للمول وجدوه هو الاول، دائما المول هو الاول. اكثريه ملي كنديروا البسبوسه لحقاش دغيا كتشرب، كنخليوه على جنب صافي وكنخدموا البسبوسه. صافي هنا كيمشوا معايا، ملي حويت الخليط غادي نحاول نوزعه، نقادو هكا في المول. او في نفس الوقت الفران راه ديجا كيسخن، على الاقل خاصو يكون سخون واحد 10 ديال الدقائق. كندخل المول في الرف الوسطاني، العافيه غير من التحت، العافيه تكون مهيله باش تطيب، على خاطر راه كتاخد تقريبا 35 دقيقه. صافي حتى كتبان ليا راه تحمرات، بدا التحمر كيدور مع الجناب، كنهبطها للتحت او كان باش تحمر لي حتى من الوجه واحد شويه، راه دغيا كتحمر ما كايناش حتى دقيقه. ردوا مع البرد باش ما تحرقش ليكم. ملي خرجتها خليتها حتى دفات شي شويه، مع ماشي مباشره سقيتها، خليتها حتى نزلت ليها درجه الحراره عاد باش سقيتها بالسيرو اللي وجدت من بعد ما درتو في الثلاجه وبرد مزيان. صافي وزينتها، دهنت لها الوجه ديالها بالناباج او الكون، المهم انا دهنتو بالناباج، سخنتو واحد شويه حيت كيكون شويه جامد كان في الثلاجه، ورشيتها بشويه ديال الكاوكاو محمر عادي. وتزين راه كيبقى على حسب الرغبه، زينو بالطريقه اللي كتبغيو. صافي وكنقدموها بالصحه والراحه، وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائدة. كنقول لكم مع فيديو جديد بإذن الله، مع السلامة.